الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبين وإن شاء الله بخير وعافية. جمعتكم طيبة ومباركة، ربنا يحقق كل أحلامكم وكل أمانيكم يا رب العالمين. اليوم الفيديو يعني تقريبا للبنات اللي اشتركوا جداد، أول مرة حتشوف الفيديو ده، النوعية من الفيديوهات دي في غرفة الغسيل. أنا هو غرفة الغسيل، لكن أنا مستغل الغرفة دي كمخزن، يعني لأنه المطبخ عندي صغير فبحاول إنه أرتب جزء من حاجات المطبخ في الغرفة دي، فحبيت أشارككم اليوم اللي بيكون فيه نظافة قوية عشان إذا عندك أنواع من الغرفة دي يمكن تستفيدي منه. تمام، زي ما أنتوا شايفين كنت جايبة أغراض وكان عاوز ترتيب اللي هو كان في الأكياس، وهنا في حاجات زيادة أنا ما بقدر أخليه في المطبخ، بحاول قدر ما أقدر أرتبه هنا. في ناس بيستخدموا المخزن بيستغلوها بطريقة سيئة جدا، حتى بعد فترة ما حتعرفي أنتي عندك شنو أو ما عندك شنو. تمام، وريكي طريقتي في المخزن برتبه كيف او بستغله كيف، فيمكن عسى وعلى تستفيدي منه. اول شيء النوعيه من النظافه دي بعمله كل شهرين، خاصه المخزن، يعني نظافه الحيطه وكمان نظافه الستاندات دي بنظفه كل يعني مثلا كل شهرين او بيكون اكثر من شهرين. لكن النظافه اللي هو زي نظافه عميقه بتاعت ارضيات وترتيب الباغات اللي بخلي فيه حاجات زيادة بتاعت المطبخ، ممكن انظفه في الشهر مرة، اغسل الارض وارتب تاني الحاجات وكذا. فهنا زي ما انتم شايفين بديت انه اغسل الجدار، ليه؟ لانه الاجهزة لما تكون قاعدة، لانه انا خاتة فيه فرن، حتشوفوا خاتة فيه فرن ومايكروويف والاجهزة الكهربائية كلها، فمرات بتحسي انه هو عاوز نظافة. فاليوم قررت كان انظفه ارتبه عشان الواحد يحس كده انه الدنيا بقت خفيفة، واعرف ذاته انا عندي شنو وما عندي شنو. دايما المخازن نحن بنستغله بطريقة يعني سيئة جدا، اي شيء جايبينه من برا ها راح المخزن ناخده، اي شيء ودوا المخزن يا اولاد، ما بعرف شنو، يلا ها وامشي خدتي في المخزن. يا بعد فترة نجي نقول عندي شنو وما حتكوني عارفة. تمام، اول حاجه بدات بالاجهزه. الاجهزه عندنا مشكله مع الاجهزه، انا اليوم ممكن ما اتكلم عن الاجهزه عشان يمكن الزمن ما يسعفني انه انا اتكلم لكم. باذن الله اليوم اللي انا مثلا اكون عاوزه استخدم الجهاز ده هنزل لكم وصفه وحتكلم لكم عنه. تمام، بس عاوزه اوريكم انه الاجهزه احنا بنشتري جهاز، قولي بعد كم شهر هتلقي انه الجهاز ده منظره يعني الله يكرمكم. طبعا ما الكلام ده مالي العامة، وحتى اللي بتعمل الحركة دي انا بعرف انه مثلا عندها اولويات تانية، او مثلا ما يعني ما بتديه اهمية، لكن الجهاز محتاج انه احنا ننظفه من فترة لفترة، لازم ننظف الاجهزة. انت مشترياه مثلا الجهاز مشترياه ب 400 درهم او 300 ريال، فما ممكن انت تجي تخليه وقاعد في الدولاب وقت ما تستخدم غسيل عادي سنين سنين سنين، حتحسي انه او مثلا سنة سنتين حتحسي انه الجهاز ده ما عارفة اغبش. فانت عشان في ناس بيستخدموا الاجهزة سنين 10 سنين واكتر من 10، لكن بتلقي انه الجهاز نظيف ومرتب وتحسي كأنه جديد. ليه؟ هل هو يعني هل هم ما بيستخدموا الأجهزة؟ بيستخدموها لكن بنظفوها مثلا من فترة لفترة، بيكون عنده منظفات معينة كده بيستخدموها وبنظفوا الأجهزة وبيحافظوا على أجهزتهم. فيا بنات الشيء ده سهل جدا، وكمان انت ما حتعمليه مثلا كل يوم عشان تقولي ليه انا ما عندي موضوع، لا، انت الحاجة ممكن حتعمليه مرة في الشهر، او مثلا اليوم اللي انت بتستخدم الجهاز ده استخدام يعني ممكن اقول لك شنو كتير، يعني في الأسبوع استخدمتيه مرتين ثلاثة، فأنت محتاجة اليوم العاشر أو كذا إنك أنت تنظفي الجهاز ده بمنظف قوي تطلع منه الشحوم. دايما بنلاحظ إنه أطراف الأجهزة فيه لون كذا ما عارفة زي براون، ده اللي بيكون اللي هو الزيوت وما بعرف الطبخات الحاجات اللي بنطبخ الخضار فيه، فبتراكم كده بيعمل لنا حاجات ما كويسة. فيا بنات الشيء ده سهل جدا، حافظوا على حاجاتكم. ما حلو جدا زمان امهاتنا لما يقولوا لنا بالله العظيم الحاجه دي وما بعرف شنو ويقعدوا يكوركوا فينا، فكان عندهم حق انه وهم كانوا عاوزين يحافظوا على الحق. فنحن اغلب كلام امهاتنا ما بنعرف انه الكلام ده صحيح الا بعد ما انت تتزوجي وتكوني ست بيت، بعد ده حتعرفي انه اغلب كلامهم كان صح وكان عندهم حق، وانت يعني تلقائيا حتلقي نفسك بتقولي نفس الكلام. تمام، يلا للناس اللي مطابخهم صغيره او دوالب مطابخهم صغيره حوريكم افكار للاسم شنو.
عندي مثلا الباغات دي، السبات دي بجيبه مرات كتير، بجيب الحاجات بالشهر، اجيبه بالشهر فبياخد معايا زمن. هنا حبيت اوريكم الشوكولاتة ده، معلش لانه في بنات كتار سالوني من نوع الشوكولاتة اللي بستخدمه في الحلويات، فهو النوع ده تمام. يلا الحاجات دي انا مثلا بجيبه بالشهر، فما بخليه في ادراج المطبخ، يعني يلا ها جبنا الحاجات ننصه في ادراج المطبخ، وما بعرف ده مع ده وده مع ده وده مع ده. تحسي ان الدنيا جايطه في الحياه. انت لو عاوزه حياتك تكون مرتبه، رتبي امورك، يعني رتبي الحاجات المهمه في البيت عشان تحسي انك انت خفيفه. سبحان الله، الوحده بيتها لو مرتب وكل شيء في مكانه بتحسي انك انت خفيفه، ما عندك شيء، لانه المسؤوليه بتاعت البيوت دي ما مسؤوليه سهله. الله يعيننا ويعينكم يا رب العالمين. هنا مثلا باقي الرز بكفله هنا في في ناس بفضوه في باغات وبرضه برتبوها بطريقه حلوه، الرز في باغه مثلا وكذا. فانا ما عندي مكان لده كله، مثلا هقوم اجيب السباته دي هاخد فيه جميع الحاجات اللي بخص الحلويات. هنا مثلا خدت الرز، مثلا خدت البسكوتات دي والفانيليا دريم واي والشوكولات، كل الانواع دي اللي بستخدمه في الحلويات بخليه في السباته دي وبكفله. وفي باقي مثلا عندي باقي بهارات بجيب منه، بيكون في عروض بجيب كمية برضو مخصصة له ثبت نفس الثبات دي، يعني بجيب باخد فيه مثلا الحاجات الزيادة البهارات الزايدة. وبرضو حابة اوريكم النوع ده من اللسم شنو رهيب جدا في الحالة، ما محتاج منك اي شيء، كونك انك تجيبي بس حليب تضربيه حليب باودر تضربيه بموية وتقومي تعمليه تدخليه الفرن معه علبة قشطة، حلو جدا يا بنات، كأنه أم علي لكن على أرهب تمام. فده اللي عاوزه اوريكم في طريقتي في الحاجات الزياده بعمل شنو، لانه انا مطبخي صغير ما فيه ادراج كثيره، فبستغل زي ما وريتكم غرفه الغسيل، يعني ما قلت ده غرفه غسيل وخلاص اخلي لها الغساله ولا الجوطه، لا انا جايبه استاندات كبيره ومرتبه فيه الحاجات دي. ومثلا زي ما وريتكم الحاجات اللي بخص الحلويات، لما اكون محتاجة بشيل منه جزء في المطبخ، لما اكون محتاجة بجي بشيل اثنين ثلاثة، زي ما هسي شلت الفانيليا بودي المطبخ لانه حاسة هناك عندي فاضل يعني واحد بس في المطبخ تمام. فكده بكون رتبت درجة الحلويات. الرز اذا عندي كمية كبيرة من الرز، لانه احنا كان فتحنا شنو في الرطوبة دايما بخرب لنا حاجات كثيرة، فالرز برضو بفضيه كده، وكذلك العدس اذا في منه كمية كبيرة، وبحاول قدر ما اقدر نضف البلاستيك عشان ما يبقى لك اغبش والمكان كده، يعني نظفتي وما ظاهر على النظافة. دايما قاعد اقول الكلام ده لانه الحاجات الاساسية مهمة شديد في النظافة. كده بكون مرتاحة، عاوزة عدس عاوزة رز عاوزة اي شيء بدي بفتح السباتة دي وبشيل منه تمام، يعني ما بخليه باكياسه. جربته زمان كنت بخليه باكياسه، وكنت يعني ما عارفة الدنيا ما كانت مرتبة، لكن يعني كنت بزهج لما القى الدنيا ما مرتبة كنت بزهج. ففكرت لقيت انه الافكار دي يعني مريحة جدا وكمان واضحة. وهنا عاوزة اوريكم الخلطة دي يا جماعة، مكتوب عليه خلطة الكزبرة والثوم في تتبيلة الدجاج، الخلطة دي قنبلة قنبلة حلوة شديد، بنصحكم تجيبوها. ده اللي هو السبت اللي هو مخصصاه للبهارات تمام، يعني البهارات الزايدة سواء كان بابريكا او فلفل اسود او مثلا زي البودرة بتاعت التتبيلة دي، المهم بخليه هنا وفي السباتة بخليهم فوق بعض عشان اكون عندي مساحة كافية لكل الحاجات. فيا بنات اذا انتوا عندكم مخازن استغلوها بالطريقة الصحيحة عشان تكوني مرتبة وعشان تكوني مرتاحة، عشان تحسي لما تكوني عاوزة حاجة تعرفي الحاجة دي وين. اذا انت كله في جوا كيس جوا كيس جوا كيس، حتى انت ذاتك ما حتكوني عارفة عندك شنو او ما عندك شنو. فاذا انت مرتبتيهم بالطريقة دي عارفة وين دايرة شيء للحلويات، حتفتحي السبت وحتشوفي اذا موجود خلاص، اذا ما موجود يعني حتكوني عارفة تمام. هنا عندي السبت ده اصلا انا بستخدمه في الحدائق، مثلا اليوم اللي بطلع فيه الحديقة باخد فيه حاجات للأطفال، فالجو عندنا كعب شديد رطوبة قوية، فما في طريقة الفترة دي نطلع حديقة، فاستغليته أخذ فيه الأكياس بتاعت الفليكون وكمان الورق اللي هو بستخدمه في كب كيك والحلويات. بكون كده خلصت السباتة، جيت هنا عندي سكر، حتى سكر كنت بخليه بكيسه، يعني بقسمه في المطبخ وبخلي السكر بكيسه. فعندنا الرطوبة صراحة كعبة شديد، بقيت كده مؤخرا بقيت أي شيء بفضيه خلص من الاكياس تماما. الاكياس ده بالمناسبه مرض في البيت، بتحسي انه يعني انا اليوم اللي نظفت فيه الغرفه دي طلعت كميه بتاعت اكياس، مع انه انا كله فتره عندنا هوس انه نحن يمكن نحتاج للكيس ده،
تخلصوا من الأكياس. الأكياس دي شيء يعني بجد متعب، وبتحسي إنه الدنيا جايطة كذا. فحاولوا إنكم تتخلصوا. السبات دي أسعارها حلوة شديد، ما شرط يعني، وفي أشكال أحلى منها بالمناسبة. اللي قدام بإذن الله، حاليا ما بقدر، لكن اللي قدام عندي أفكار حلوة حشارككم بإذن الله، يعني ربنا يوسعها الجميع. لكن فكرة السبات دي في أشكال وفي يعني ديزاينات كثيرة جميلة، فإن شاء الله اللي قدام يعني ربنا يقدرنا. أكيد أكيد يعني أول ما أهم شيء استفدت منه حوريكم. هنا اللي هو سباتة الغسيل بخد فيه المنظفات، دي الكيس اللي كان في بداية الفيديو قاعد كنت جايبة منظفات، وحاخد هنا أكياس الكشرة أكرمكم الله، حاخد فيه الفلاش وصابون السائل وما بعرف القلبزات اللي بيستخدموا في المطبخ كده، حكون عارفة المنظفات قاعدة وين. تمام، ما بفضل إنه كل المنظفات تكون قاعدة في الحمام، خاصة اللي عندهم أطفال. أنا عندي يعني مواقف كثيرة حصلت لي مع الأطفال، اللي بمشي يفتح الديتول يكب فوق راسه، واللي بمشي يفتح الكلوروكس حتى لو كان وين وين. فالأفضل إذا عندك أنواع السبات دي تاخدهم. شايفين المنظر كان كيف؟ أنتم ما بتتخيلوا يعني، ما أعرف أقول لكم شنو، بس الله يعني الحمد لله كان صعب شديد، لأنه صراحة أنا لي فترة ما نظفته، كنت بنظفه عادي، لكن النظافة بتاعت الأجهزة، أنا اليوم يعني نظفت كل الأجهزة زي ما شفتوا، نظفت طلعت كل شيء، زحزحت كل شيء، غسلت غسيل الغرفة يعني، حتى الفريزر والثلاجة ودي يعني ما تستهونوا بنظافته. فإن شاء الله يعني تستفيدوا من الفيديو. هنا حبيت يعني لما كنت بنظف وقع مني حاجات كثيرة، فحبيت ألملم وغسل ونظف وأرتب، حتشوفوا في الفيديو في النهاية يعني هو يترتب كيف وكذا. فالغرض من الفيديو ده حابة أوريكم استغلوا مخازنكم بطريقة كويسة، استغلوها في أشياء يعني تفيدكم، ما تخلوه كله أكياس وكله ما بعرف الحاجة دي وين، تمشي تقعد تفتشي وده وين ما بينفع. أنا في فترة من الفترات كنت كده برضو، يعني انه بجيب الحاجة وبخلي بها اكياس، ووقت ما عاوز امشي افتح هنا وافتح هنا وافتش الكيزة، فالموضوع شوية مرهق. فان شاء الله قاعد تستفيدوا من الفيديوهات، ان شاء الله قاعد تطبقوها. انا يا جماعة غرضي من الفيديوهات دي انه اقدم لكم الحاجة دي عشان كلنا نجتهد. بعرف انه بيكون في خمول حاصل، بعرف انه مرات الوحدة يعني ما بتكون عندها افكار، حتى انا الافكار دي يعني ما جاتني زي، اكيد يعني تفرجت اكيد يعني. انا الحمد لله اللي بيساعدني في الحاجه دي انه زوجي يعني من النوع اللي بيحبوا الدنيا تكون مرتبه شديد. تمام، فحتى في البدايه كنت بعاني معاه كتير، يعني انت ليه كده ما خلاص يعني عادي. فسبحان الله بعد فتره اتعودت انه فعلا النظام والترتيب والحاجه دي شيء مفيد لك انت قبل كل شيء. تمام، هنا استخدمت الكلوروكس عشان انظف الحيط لانه هو سيراميك، وانتبهوا انكم تكسروا الكهرباء. تمام، بعد ده كنت عندي ملأ في الفت يعني في المسافة اللي أنا بنظف فيه ده، كنت مشغلة الغسالة بنظف، غسلت جزء من الهدوم. استغلوا أيامكم بصورة كويسة، يعني أنا اليوم الجمعة، أمس الخميس نظفته. ليه أنا نظفت الغرفة دي؟ عشان يوم الجمعة أنا عندي طلعة، يعني اليوم عاوزة أطلع، فلما أطلع من البيت بحب إنه أرجع البيت والبيت يكون مرتب نظيف ورايق، ما أجي أدخل في مكان جايط وأزهج وكذا. لما أكون عندي في راسي فهم إنه أنا حجيب حاجات لازم قبل ما أطلع بيوم أرتب الدنيا عشان أعرف أنا محتاجة لشنو ما محتاجة لشنو. تمام، فكده قبل ما أطلع عرفت المخزن ناقص، يعني هل أنا عاوزة شيء ولا لا. يعني صابوني كان قرب يخلص حجيبه معي، مثلا المنظفات في حاجات خلصت مثلا زي الكلوروكس كده حجيبه معي. فإذا أنا طلعت من البيت وما نظفته وما رتبته، خلي من النظافة، ما رتبت أموري مثلا، ممكن أرجع البيت أقول يا الله نسيت أجيب كلوروكس، يا الله نسيت أجيب الصابون. لكن لو عملت خدتي في راسك إنك أنت حتطلعي، دايما حاولي تشوفي في البيت الناقص شنو قبل ما أنت تطلعي عشان تختصري على نفسك وتوفري وكذا. وكمان يا بنات لما تطلعوا ما تخلوا همكم دايما إنه يعني يكون في حاجات البيت بس، انتبهوا لنفسكم كثير، انتبهوا لنفسكم كثير. أنا اليوم مثلا نظفت الغرفة، خلصت جزء كثير من الملابس، ما عندي شيء في السبت بقى فاضي إلا اللي هو ملابس المدرسة اللي بسوه الأطفال في يعني اليوم ده يوم الجمعة. تمام، يعني بس قررت يوم الجمعة إنه أكون ما عندي شيء، عندي روتين حعمله في المطبخ
هشارككم ان شاء الله بعد الفيديو ده يمكن، او بعد الفيديو اللي حينزل يعني ما عارفه، يمكن بعد فيديو او بعد فيديوهين حنزل لكم روتين في المطبخ. اي واحده مطبخها صغير، اي واحده عندها مشكله في المطبخ، ان شاء الله انتظري يعني خليكي قريبه واعمل اشتراك في القناه عشان تستفيدي. تمام، حنزل لكم روتين عن المطبخ برضو. فانا دايره اقول لكم انه لما تطلع من البيت ما تنسي نفسك يا جماعة، ما تنتظروا حد يقيمكم، قيموا نفسكم. أنا اليوم مثلا قلت خلاص ما عندي شيء، هقوم أطلع أجيب حاجات لنفسي، كنت محتاجة أغراض لنفسي أو محتاجة يعني لسه ما طلعت هجيب لنفسي، فقررت طب يا دلال خلاص بدل ما أتعب وأعمال وكذا وحمشي الصالون أنظف جسمي وكذا. فمرات مثلا أقول لكم كيف، يعني مثلا انا عاوز امشي الصالون في نفس اللحظه عايز اجيب حاجات لنفسي، امشي الصالون اعمل شنو ضربتها مثلا، عاوزه انظف جسمي، عاوزه مثلا اعمل شعري، عاوزه انظف وشي. فعرفت ان الحاجات دي انا اصلا بعرف اعمله، يعني مثلا اذا سواء نظفت الوش او شيء للجسم ده شيء سهل جدا يعني بتقدري تعمل. خلاص قلت اوفر على نفسي الحاجه دي مثلا واشوف الاولويه في شنو. دائما يعني حاولوا انكم تدبروا اموركم، حاولوا انكم تدبروا اموركم، يعني ما اخذ نظافة الجسم ونظافة الوش وكده ما اخذ من زمني كتير، فخلاص حاولت انه اوفر جزء من المبلغ في الحاجات اللي انا الاولوية اللي انا محتاجة له. وغير كده دايرة برضو حاجات للمطبخ. طيب يعني ما انت هسي قلتي اسعد نفسكم وما تنسوا نفسكم، شنو حتجيبي حاجات للمطبخ وانت حتسعدي نفسك؟ طيب انا مطبخي لما يكون مرتب اعمل الشيء اللي انا عاوزاه في المطبخ، ما انا كده برضو حكون اسعدت نفسي صح؟ يعني السعادة يا جماعة ما شرط انه نحن نربطه بنظافة روحنا ونمشي الصالون ونمشي نعمل شعرنا وليه انا ما قاعدة في الصالون لا، الحاجات دي بتقدر تعمليها انت براكي، وكونك انك انت تجيبي حاجة للمطبخ وما عملتيها لنفسك انا بقول ليكي عشان الأولوية، بقول لك أدي للحاجات المهمة. المطبخ أنا عندي أفكار عاوز أعمل فيه، ما خلاص أنا برضو المطبخ كونه مطبخي يكون مرتب ونظيف وإنه أنا جبت حاجات للمطبخ ده برضو شيء بيسعدني، ما بيسعد زول تاني. أنا في زول حيشتغل معي في المطبخ؟ لا. في زول يعني حيكون واقف معاك في المطبخ أكتر منك أنت؟ لا. ما خلاص أنا أشتغل المكان اللي أنا حقضي فيه وقت أكتر، يعني يكون نفسيتي فيه مرتاحة، أعمل شيء برضو. يعني حاولوا إنكم، ما قدر اوصل لكم المعلومه تمام، لكن حاولوا انكم انتوا ترتبوا اموركم براكم، ترتبوا امورك براكي. مثلا زي ما وريتك هسي، انا وريتكم انا خطتي كانت كيف، عاوزه امشي الصالون وعاوزه اجيب حاجات من السوق وعاوزه حاجات للمطبخ، فخلاص الحاجه الزمن الاكسب زمني، اول حاجه زمن كنت هضيعه في الصالون اعمله لنفسي براي. انا بعرف انه بنات كتار بيكسلوا او ما بيعرفوا يعملوا الحاجه دي، الحاجه اللي انت ما بتعرفيها اتعلمي، شوفي في القنوات، في بنات كتار بيعملوا حاجات يعني مفيدة جدا في قنواتهم، يعني في قنوات كثيرة بتقدم حاجات مفيدة جدا. احضروا يعني خلاص انا اليوم نظفت جسمي براي مثلا، نظفت وشي براي، فخلاص همشي السوق اخلص اموري الاولوية من الصالون، وكمان حجيب الحاجات اللي انا محتاجة لها، كده حكون كفيت جزء كبير من الحاجات اللي انا محتاجة لهم. فيا بنات ما تربطوا السعادة دايما بانك انت ما عندك قروش يكفيني، ما تربطوا سعادتكم بانه ما في مبلغ بكفيني. تمام، زي ما وريتكم في حاجات اعمليها براكي وفي حاجات خلي له مبلغ معين تقدري يعني مثلا يكفي لك غرضك، وكمان ما شرط احنا نجيب الحاجات من حته يعني من مكان يكون اسعاره واو. انا الحاجات اللي انا عاوزاها وعارفه انه لو مشيت هوم بوكس حلقاه، لو مشيت هوم سنتر حلقاه، لو مشيت ايكيا حلقاه، لكن في مركز في محلات اسمه كولكشن ده عندنا هنا المحلات اللي هو بيكون من 10 درهم، وكمان ما انت من 10 درهم وما شري فوق يعني عادي ما فيها شيء، يعني ربنا يوسع على الجميع. واللي عنده اكيد يعني الوحده ما تبخل على نفسها. تمام، يعني هجيب حاجاتي، ما شرط اجيب الحاجه من المكان اللي واو. صاحبتي دي جايبه ما بعرف حاجات المطبخ دي من الحته الفلانيه وانا امشي اجيب زيها، عادي نفس الحاجه بتلقي في حته تانية، المهم تنبسطي بيها وفتره وخلاص، يعني ما في شيء بدوم. تمام، فحاولوا زي ما وريتكم تربطوا السعاده، ما يعني ما تحاولوا تربطوا سعادتكم بفلوس، او ما تربطوا سعادتكم بانك انت
اي حاجه تعمليها برا، حاولي انك انت تعملي حاجات كثيره من نفسك. اتعلمي اتعلمي اتعلمي، تمام. بقيت مع الونسة وما وريتكم رتبتوا كيف. تقريبا كده خلاص خلصت غرفة الغسيل، واكيد انت شفتوا نظمتوا كيف ورتبتوا كيف. الصابون مخصص له السبت ده، وهنا لما الملابس تكون وسخانة بخلي فيه الملابس، والسبت اللي اصلا بطلع به الملابس في المغسلة في المنشفة برا، هو كان فيه ملابس طلعته برا زي ما شفتوا. وخلصت الحوض هنا، وان شاء الله الفيديو عجبكم. ما عارفة سواء الكلام كان مرتب ولا لا. وهنا السبات بتاعت البهارات بتكون بالمنظر ده، بكون مرتاحة عاوزة شيء بجي من المطبخ بشيل حاجتي وبقفل السبت وبطلع، ما بيكون في اكياس ما بيكون في جوطة. والستاند الفوق باخد فيه الاجهزة وباخد فيه الحاجات اللي ما قاعد استعمله دايما، تمام. بعد ده هنا خات الجهاز اللي هو كلكم بتعرفوا الاجهزة دي، حتكلم لكم عنه يوم اللي استفدت منه والما استفدت منه. في اجهزة كثيرة اخدتها وما صراحة ما عجبني، وفي اجهزة ما شاء الله يعني ممتازة. الفرن كنت عملت لهم غدا على السريع، دخلت الفرن. وعندي أجهزة تحت هنا نوع، في أجهزة كثيرة من دي ما قاعد استعمله صراحة، حوريكم إن شاء الله في فيديو من الفيديوهات. بتمنى الفيديو عجبكم يعني، وبتمنى الكلام، أنا يعني بنات كتار نبهوني في المونتاج إنه الكلام ما بيكون منسق مع صح. أنا عارفة الكلام ده، لكن ما عارفة جوا الونسة الواحد تاني بيكون عاوز ينبهكم من حاجة لحاجة، فأعذروني إذا الكلام ما مرتب لحد ما يتعود إنه أمنتج ليكم الفيديوهات بطريقة ممتازة. بتمنى الفيديو عجبكم، بتمنى تكونوا قاعد تستفيدوا من الفيديوهات دي. وكمان ما تحضروا وتقعدوا ساي، حاولي انك انت تنجزي تكوني يعني زولة مرتبة، زولة راكزة، زولة نظيفة، ست بيت شاطرة. ربنا يسعدكم كلكم يا رب العالمين ويوفقكم. دايما عندنا مثل الامهات بيقولوا النوم بيجيب اللوم والكسل ما حبابه، تمام. فدايما يا بنات الكسل ما بيجيب لك شيء غير الكلام، فاستفيدوا من زمنكم واستغلوها بطريقة صحيحة. دي كان غرفة الغسيل، ان شاء الله يعني يعجبكم الروتين اللي انا عملته. وبعد ما خلصت نظافة على السريع قطعت جميع انواع الخضار، البطاطس الباذنجان والجزر ومعه صدور دجاج، بهرته ودخلته الفرن. فكان يوم جميل جدا، وانا الحمد لله كده حرتاح من نظافته لمدة يمكن من لشهرين من الترتيب مش من النظافة، لانه النظافة بنظف دائما. وكان عملت اليوم كيك بعد ما خلصته، والوصفة بتاعت الكيك تقريبا نزلت لكم امس الفيديو. بتمنى الفيديو عجبكم يا بنات، وكمان قاعد تستمتعوا بالفيديوهات. اذا عاوزين فيديو مخصص ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، ومع السلامة.